إذن صباح الخير مشاهدينا، مرحبا لكل من التحق بنا لحظة. أنتم تتابعون برنامج الشروق مورنينج ويكند، اليوم السبت 19 من ديسمبر 2015. والآن إلى أحوال الطقس مع راضية صديقي. راضية، كيف شروق الطقس اليوم؟ صباح الخير. طقس يبقى بدون تغيير، طقس جميل يميز كل أرجاء الوطن، وهذا راجع دائما في ارتفاع ضغط جوي راه متمركز على شمال إفريقيا وكذا على بلادنا، هو اللي يسمح باش يبقى هذا الحال شباب، باستثناء بعض الزوابع الرملية الموسمية تنشط على الصحراء الوسطى. درجات الحرارة اللي ننتظروها نهار اليوم بحول الله راي في المعدل الفصلي، وننتظروا 20 درجة على الجزائر العاصمة، وأيضا 22 على وهران، 19 على عنابة، القال سكيكدا، 17 درجة على الولايات الداخلية الشرقية كقسنطينة، عين مليلة، أم البواقي، 22 درجة على غليزان، معسكر، حتى على شلف، 15 على كل مدن الهضاب العليا، من 20 حتى ال 21 درجة على بشار، غدايا، حاسم سعود، وورقلة، 24 على أدرار، عين صالح، 23 درجة على الجنوب الشرقي، 24 على الجنوب الغربي، 25 درجة على جانيت وكعلى مقياس، 27 درجة على برج باجي مختار وعين قزة. مشاهدينا نجوزوا للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم بحول الله، بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي، الرياح تاعو تكون ضعيفة، سرعتها لن تتعدى 10 كيلومترات في الساعة. العودة إليك جاهدة ومحمد.